السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا جماعة في الحلقة الثانية. إن شاء الله النهاردة هتبقى حلقة مختلفة. هنتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا اللي هي الفيروسات. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الهاكينج ويعني ادينا تلميح أو هنت كده صغير عنه. النهاردة نتكلم على الفيروسات. طبعا يا جماعة الفيروس عايزين نعرف إيه هو الفيروس وبيجي لي إزاي وإيه هي أنواعه، ومثلا هعرف إن اللي أنا عندي فيروس ولا لأ. بدايه اصلا عايز اعرف ايه هي فيروسات الكمبيوتر او فيروسات الموبايل عامه بشكل عام. الفيروس طبعا يا جماعه هو عباره عن كود برمجي او برمجه خبيثه، دايما بيسموها كده برمجه خبيثه. ده بتصيب مين؟ بتصيب نظام التشغيل، بتعمل فيه زي ايرور، خلل. طيب طبعا يا جماعه بيغير خصائص الملفات بتاعتي. طيب اي فيروس بيبقى بيعمل ايه؟ اولا بيبقى ليه اكتر من فيتشر كده، يعني مثلا بيعمل حاجه اسمها اللي هي ريبليكيشن بمعنى تكرار، بيكرر نفسه يا جماعه. تمام. بيعمل برضو حاجه تانية اسمها تريجرز. التريجرز يعني باختصار شديد اللي هو بيعمل عمليه انتشار واسع في وقت معين او في تاريخ محدد. تمام. دي برضو من ضمن الايه الفيتشرز بتاعته. طيب في ايه تاني مثلا؟ قال لك في اللي هو الحاجه الثالثه بيعمل لي حاجه اسمها بروتكشن اللي هو التشفير. يعني ايه؟ يعني يا جماعه انا مش هقدر باختصار اعرف اللي هنا فيه فيروس ولا لا، او انا مش هقدر اشوفه كده بالعين يعني بمنتهى السهوله، عشان هو بيعمل عمليه تخفي. تمام. يعني تخفي وتشفير، ممكن ياخد معاه مثلا برنامج، لعبه، فايل، فولدر. تمام. ده كده بالنسبه للبروبرتيز بتاعته او الفيتشرز بتاعته. طيب في برضو نقطه ثانيه، الملفات دي يعني بتجي لي في ايه؟ بتضرب ايه؟ قال لك يلا كده نحد مع بعض. رقم واحد الاوفيس، برامج الاوفيس بيضرب كل برامج الاوفيس. طيب بيضرب لي الملفات التنفيذيه اللي هي الاكستنشن بتاعها، الامتداد بتاعها EXE. طبعا بيضرب الاوتلوك والايميلز، دي برده من ضمن النقاط. بيضرب يا جماعه الملفات المضغوطه، ملفات الاوديو، طبعا الاوبريتنج سيستمز بجميع انواعها. فدي تعتبر التاثيرات بتاعت الايه الفيروس. تمام. طيب دلوقتي يا جماعه عايزين مثلا نتكلم على ايه هي مثلا اشهر الفيروسات. طبعا اشهر الفيروسات دي كتير، لكن احنا هنتكلم مثلا على حوالي 3-4 كانوا من الكوارث اللي ظهرت. اولا اول فيروس ظهر كان سنه 86 اللي صممه اخوين باكستانيين. تمام. الفيروس ده كان يعني ليه اسم كده، كان مسمينه برين يعني زي عقل مثلا. تمام. طيب الفيروس ده كان بيعمل ايه يا جماعه؟ كان بيضرب بالفلوبي ديسك. الكلام ده كان سنه 86. فلوبي ديسك ده اللي كان من خلاله بنعمل بوت؟ لا، كان اي فلوبي ديسك اللي هو قبل السي دي. تمام. ده كان اول وسيله من وسائل الاستورج ساعتها، او ثاني وسيله متنقله بعد الهارد. فده كان بيضربه بحيث نيجي نوصل للفلوبي ديسك ده كده بيطير. تمام. بيبوظ يعني. طيب في تاني من الفيروسات، كان في فيروس ظهر سنة 1991، ده كان اسمه ايه بقى؟ اسمه مايكل انجلو. طبعا ده نسبة للرسام اللي اسمه مايكل انجلو. ده كان بيضرب نظام الدوس. طبعا الدوس ده يا جماعة اللي هو ما قبل الويندوز. نظام الدوس ده كان سنة 1975. تمام. فطبعا كان الناس شغالين بيه لغاية اواخر التسعينات كده. في برضو فيروس تالت ظهر وده كان كارثة كبيرة، ده كان سنة 98 اسمه تشيرنوبل. طبعا ده نسبه للقنبله الذريه بتاعت تشيرنوبل. ده كان بيعمل ايه بقى يا جماعه؟ كان بيمسح حاجه اسمها البايوس والماستر بوت بتاعه المذر بورد بتاعته. وفي يا جماعه برضو فيروس، وده بقى من اسمه اي لاف يو. يعني ايه؟ يعني من اسمه يا جماعه كان عباره عن مسج حب كانت بتظهر. طبعا ده بيبقى عن طريق الايميلات يعني. طيب وكان في برضو فيروس رابع اسمه شجره الكريسماس. ده تقريبا ظهر، مش متذكر بصراحه التاريخ بتاعه، بس ده برده كان من ضمن الفيروسات، كان بيظهر على شكل شجره كريسماس كده. تمام. دي كده بالنسبه للفيروسات. طيب في بقى انواع تانية جديده يا جماعه ظهرت من الفيروسات اللي هو الفديه. وفيروس الفديه ده باختصار، طبعا احنا عرفنا الفيروس ده عباره عن ايه؟ برمجيه خبيثه او كود برمجي مشفر. تمام. ده بقى عشان اقدر اتعامل معاه كان بيقفل لي الملفات كلها وكان بيشفرها. عشان افك التشفير ده لازم يكون بمقابل مالي، مبلغ بقى فلكي. طبعا المبالغ كلها بتبقى بالدولار. وفي اجهزه كتير جدا
ووزارات جالها الفيروس الفدية دي واجهزة حتى عادية. طبعا يا جماعة فيروسات الفدية دي انواع كتير جدا وباسامي كتير، اشهرهم اللي هو وانا كراي اللي هو دعني ابكي سيبني اعيط. طيب الوقاية يا جماعة، الوقاية بقى من جميع انواع الفيروسات دي رقم واحد الانتي فيروس، لازم يكون عندي انتي فيروس كويس جدا، بس بشرط لازم اعمل له ابديتنج. لو انا عندي انتي فيروس ما بعملوش ابديتنج ملوش اي قيمه. طب واحد يقول لي والله انا الجهاز بتاعي كده كده انا اصلا ما بخشش على النت، فبالتالي مش محتاج الانتي فيروس. ما انت قلت لنا ان الفيروس بيجي عن طريق النت، اقول لك لا، ما انت برضه هتستخدم فلاشات، ده لا شك يعني هيبقى فيه سند ورسيد ارسال واستقبال، فكل ده برضه بيأثر. تمام، يبقى اذا لازم يكون عندي انتي فيروس. لازم يا جماعه اعمل من حل اخر باك اب، اعمل نسخ احتياطيه للملفات بتاعتي، مش يبقى عندي كل حاجه عندي مثلا على الهارد بتاعي بحيث حصل له كارثه كل حاجه عندي اتدمرت، لا يبقى مثلا بحطها مثلا على الاكسترنال هارد، مثلا بعض الاسطوانات اللي هي الدي في دي مثلا او البلوراي اللي هي مساحتها كبيره. طيب ايه تاني؟ ملفات يا جماعه اللي هي الان ريسورسز، او اللي هي ملفات اللي هي بتبقى غير معلومه او مجهوله المصدر. يعني ايه؟ يعني ما يجيليش لينك مثلا اضغط عليه، ما يجيليش مسج ما افتحها، برنامج انا ما اعرفش ده جالي منين فقلت ايه لما سطبه كده واجربه. كل الحاجات دي بتؤدي الى فيروسات او فيروس الفدية اللي هو اخطر منه. طيب حته بس اخيره كده يا جماعه بالنسبه لفيروس الفدية، احنا طبعا ممكن يعني نتعامل معاه لو جالي. طيب هتعامل معاه ازاي؟ قال لك والله ممكن استخدم بعض ادوات التشفير، وخلي بالكم يا جماعه النسبه دي قائمه بنسبه مثلا 70 او 75%. في بعض التولز لبرنامج افاست وبرنامج كاسبرسكي. تمام؟ تمام كده يا جماعه، والحلقه كده اتمنى تكون فيها قدر من الاستفاده المره دي، وان شاء الله طبعا عايز برضو منتظركم في ردود الفعل، استفسارات، اسئله، وما ننساش طبعا السبسكرايب واللايك والشير. السلام عليكم.